بهذا الفيديو رح منشوف ال KY009 يلي هي ال RGB LED ال SMD بتجي موديول للأردوينو، ورح نشوف كيف عملناها على الأردوينو ميجا. هلا كيف اجتني الفكرة تعمل هيدا المشروع؟ رحت على عرس ماهر عون صديقنا وعطونا بالعرس هيدا اللي بتخش مع هاي اللي بتضوي، ففينا نكبسها تعمل اول مود وهي RGB، وتاني كبسة بتدور ابطأ، وثالث كبسة بتصير تدور وتطفي تدور وتطفي، ورابع كبسة يلي هي بتطفيها. فنحن عملنا نفس الشيء على الكاي جريك 009. خلونا نشوف. اول شيء استعملت نفس النوع تبع هيدي، عندنا وحده بي سي بي الكترونكس عطونا اياها، بس رح فرجيكم الليد اذا قدرانين تشوفوها. هي موديول، هيدي كل وحده بتجي موديول لحالها، اكيد يوزنج البي سي اف ويت سينك سات 4 قدرانين نحول هيدا الموضوع لادريسبل ليد. سوري رح اعمله، رح ارجع احط هيدا بس تما تنعمه بالفيديو. هيدا اول مود. اذا بنكبس الكبسه مره ثانيه بتدور انيميشن ثانيه، صافا فيكم تعملوا حيالنا انيميشن يوزنج الاردوينو تبعكم. اذا بتكبسوا كبسه ثالثه بتصير تضوي راندملي الوان وتطفي راندملي كاميرا الوان، اوكي. ورابع كبسه تطفي. هلا اذا بنقرب اكثر على البورد نشوف شو عملنا. اخذنا اكيد البريد بورد من سي بي الكترونكس، جبنا الكبسه البوش بوتنز تنقدر نغير الالوان، واستعملت هيدي كمان يلي هي بتجي واير كيت فيها وايرز ديجا هن مقصمين كرمال وصل الجراوندات على بعض، واستعملت 220 اوم لكلها. كان في استعمل غير اوماج بس صفا اخذت 220 اوم، واستعملت ال 30 سنتيمتر طول الكابل الجامبر وايرز تبعد قد ما بدي الاردوينو عن البورد، وهيدي بس مستعملها كرمال الباور مش اكثر. كل هيدي الاغراض فيكم تلاقوها عند شركه سي بي الكترونكس، وتواصلوا مع الشركه على الرقم يلي عم يمرق هلا بكعب الفيديو او على الويب سايت تبعهم. اكيد فيكم تشوفوا البروجرام تبع الكاي جريك 009 على البيج على صفحه البرودكت يلي هي الكاي جريك 009. ما تنسوا تعملوا لايك وسبسكرايب اذا حبيتوا الفيديو.